خليها تكذب وتخبي على اهلها، هي دي الرجوله. على فكره ماما حازم ملوش اي دعوه، انا اللي كنت عايزه اعمل كده وهو بيحبني اعمل اللي انا عايزاه. وعلى فكره انا كنت هقول لك وكنت هقول لبابا كنت هقول لكم يعني، كنتش هفضل مخبيه عليكم. انا بس كنت مستنيه احقق حاجه علشان تبقوا فخورين بيا وباللي انا بعمله. فخورين؟ فخورين بايه؟ ان الكوافيره بتلفت مكياج العرايس في البيوت؟ لا هي ما اسمهاش كوافيره ومش بلف على البيوت على فكره. اقول ايه لجدتك؟ اقول ايه لمراتات اعمامك؟ زمانهم شمتانين فيا. طب انت عارفه يا هانم انا شفت الفيديو ازاي؟ الست نازك بعتته كانها بتقول لي شوفي يا هانم بنتك بتعمل ايه من وراكي. ماشي ماما انا ما كانش قصدي والله، بس انت تخرسي خالص، ده وقت خطيبك وانت يا بيه فرحان بيها وبتعمل لها لوب بتشجعها انها تكذب وتخبي على عيلتها. هي اه طبعا تلاقيها لما كانت بتروح تمكيج في البيوت كنت بتقول لنا انها معاك ولا تكون بتوصلها. هي دي الامانه؟ هو ده جزانا ان احنا سايبينها معاك؟ يا طنط الموضوع مش كده. انت تسكت خالص، تسكت وبس. هاديه اهدي شويه يا حبيبتي، اهدي شويه. حازم حبيبي سلمى دارسه وليها شغلها المتخصصه فيه اللي المفروض ان انت تشجعها انها تكمل فيه، ولما تلاقيها تغير طريقها لطريق تاني المفروض تحذرها وتخاف عليها وتوجهها للصح وتخاف عليها اكتر من دخول بيوت الناس الغريبه، ولا ايه؟ ما هو بس لو طنط اديني فرصه اتكلم. سلمى ليها وجهه نظر وانا موافقها، اللي بتعمله ده شغل وفن، وفن جميل جدا كمان، وعلى فكره بقى هي شاطره فيه جدا وممكن كمان تدرسه بشكل احترافي. احترافي ما شاء الله. طب فكره حلوه بقى، ايه رايك ان انت تسيب الطب وتلعب كوره وتحترف؟ لا 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 لا، انا الجوازه دي مش لازماني، انت اللي مقويها ومشجعها على اللي بتعمله ده، انا بنتي هتصرف معاها، انما انت تبعد خالص. لا يعني ايه؟ انا مش فاهمه. اخرس يا مهزقه. في ايه يا طنط؟ الموضوع مش مستاهل كل ده. انا ماسكه نفسي بالعافيه يا حازم ومش عايزه اغلط، وعامله حساب العشره وانك في بيتنا. لا وعلى ايه؟ انا ماشي. مع السلامه. انت رايح فين؟ اخرس اقعدي هنا. ماشي يا سلمى، هتشوفي هعمل فيكي ايه. سلمى انت غلطانه وغلطانه جدا كمان وانت عارفه، بس انت عارفه ماما بتطلع تطلع وتنزل على ما فيش. استني لما الموضوع يهدى كده وكل حاجه تبقى زي الفل وهنظبطها. يلا يلا خش على اوضتك. يلا. سلمى انت لسه ما نمتيش؟ وبعدين حبيبتي ادخلي تنامي، ولما تصحي من النوم تكلمي ماما وتصالحيها. ماما هي كمان ما نامتش، اتفقنا؟ طب ايه مكشره ليه؟ فكي بقى فكي.